هكلمك عن الفنيات وارجع لك. ما يخص الامور الفنيه كابتن ايه رايك؟ لا طبعا الامور الفنيه كان موسيماني عنده حلول كتير احسن من كده، ما عرفش يتعامل مع المباراه بالشكل اللي اشتغل عليه وليد الركراكي. يعني وليد الركراكي درس النادي الاهلي كويس قوي، عارف ان النادي الاهلي فريق كبير وفريق بطل، لما بيبقى فايق في الملعب ما حدش بيقف قصاده، فهو تعامل ان هو يلعب يقفل مساحات النادي الاهلي كلها، لعب 4-1-4-1، ودي كانت بالنسبه للنادي الاهلي مفاجاه ان الفرقه فيها 5 في وسط الملعب مقفلين كل المساحات على النادي الاهلي. الاهلي كان في اول الشوط اول ما نزل المباراه نزل بتراجع، هو ده اللي خلى النادي الوداد ان هو يبقى ضاغط على النادي الاهلي، وقدر في اول ربع ساعه يجيب جون. هو في الدقيقه 15 جاب الجون، يعني دي 14 وشويه كمان، بس هي بتتقال 15. فيعني من هنا انا كمدير فني اللي هو موسيماني هو اللي سبب في ان النادي الاهلي يتراجع لورا. ما اعرفش ايه سبب التراجع، ما اعرفش ايه المحاضره كانت ماشيه ازاي، ما اعرفش اللعيبه ايه، هل اللعيبه يعني وصل لها حاجه وهم عملوا عكس اللي قالوه؟ لان في النهايه بعد الدقيقه 15 تحديدا الدقيقه 25 الاهلي بدا يبقى ليه تواجد في الشوط الاولاني، والدليل على كلامي ان حصل 4 ركنيات ولا ركنيه لفريق الوداد في الشوط الاولاني، 4 منهم 3 ورا بعض في دقيقه او دقيقه ونص. الكره ليك ممكن تتعادل براسيه ياسر ابراهيم اللي جت جنب القايم، اللي بعديها على طول راسيه طاهر محمد طاهر، يعني كان ممكن تتعادل من كرات ثابته، وممكن ترجع المباراه في كرات ثابته عادي، ممكن تبدا وحش تشكيل وحش، لكن في النهايه لما بتستقبل جون وقدرت انك تعود للمباراه في الشوط الاولاني كان لابد انك تضغط بقى، يبقى ليك سيناريو مختلف بعد ما ضغطت وخرجت الشوط الاولاني 1-0. الطبيعي والمنطقي ان انت فاضل لك 45 دقيقه وتخرج من البطوله، يبقى كان لازم اغير الاستراتيجيه، بمعنى ان انا اعمل تغييرات تحول لي النقاط الفنيه الضعيفه اللي انا بدات بيها واحولها لمكسب، وده حصل. وسبحان الله اتكلمنا في النقط دي ان انت كان ممكن عندك حلول من بدري. انا كان وجهه نظري ان كان من بدري يا يطلع محمد هاني وينزل حسين الشحات ورا، يا يطلع حسين الشحات ومحمد هاني والاثنين يطلعوا ويبدا يلعب ب 3-4-3 اللي هو بيلعبها، هو اوريدي بيلعبها، بيحط ياسر ابراهيم ايمن اشرف وبينزل حمدي فتحي لوسط الملعب للنص ما بينهم يعني، وبيبقى عندك اللي في نص الملعب هتنزل عمرو الشلاية اللي انت المفروض كنت تبدا بيه. ما هو كابتن سيف الماتشات النهائيه دي لو عندك واحد مصاب وانت عارف ان هو مصاب، ما هو الراجل قال في المؤتمر مصاب، يبقى ما يلعبش خالص. يا تلعب، بص يا كابتن، الصح في الكوره ان انا اخد من السلية اللي انا عايزه واطلعه، لكن مش ان انا انزله في الضغوط. يعني انا انزل واحد مصاب واقول له يلا انا مغلوب 2-0 انزل غير لي النتيجه، ما دي صعبه جدا. انت مش شايف يعني. انت شايف ان موسيماني لوحده يشيل الفاتوره كلها؟ لا كلهم، بس في ضغوط يا كابتن. ما هو خالد اتكلم فيها يعني ليا تلميح عليه في حاجات او ليا وجهه نظر مختلفه شويه، لكن حاضر هنتكلم فيها، لكن في النادي الاهلي ما ينفعش تعمل معاه. اغرب سمعته ليا تلميح عليه في حاجات هلمح عليه يعني ليا اعتراض، ليا وجهه نظر، ليا لكن ليا تلميح كبير على خالد غمرو، لان هي في النهايه هو قال لك ان البطوله اللي قبليها كذا تشيفز ولعب في الفاينل والاهلي كسب. انا عارف، ما هو النادي الاهلي بطل يكسب في اي مكان، بس التعامل كان غير منظم. التعامل مع النادي الاهلي بحجم النادي الاهلي ما ينفعش يبقى بالنظام ده. ولما لعبت انت ساعتها في ماتش كايزر تشيفز، معلش مش انت ما بتلعبش الوداد او الرجاء في المغرب. طب ايه من وجهه نظرك النظام؟ الظلم اللي حصل على النادي الاهلي يعني غير منظم يعني. في ايه من وجهه نظرك؟ تحديدا انت النهارده ده ماتش فاينل، انا من حقي ان انا اخد الساعه اللي ليا بغض النظر هيجي جمهور مش هيجي جمهور. وانا هقول لك عشان ابقى منطقي في كلامي، ما انا لو في مصر والجمهور هيدخل المباراه هياخد اكتر من 70% من الاستاد، ده حقيقي، لان الجمهور داخل عليا بكثافه، بس اقصد تنظيميا، ده تنظيميا مش ماليش دعوه بالمغرب، انا ماليش دعوه بالناس اللي في المغرب. انت وديتني وجبتني ورجعت ولفيت، ما انا بقول لك عشان يا كابتن انت النهارده لو ماتش اتعمل انت دلوقتي عايز بتقول ان الطبيعي ياخدوا نص الاستاد، ده الطبيعي، وبتقول انا لو في مصر الجمهور هيوصل عشان الناس هتعمل الاستاد. هقول لك ليه، الناس اللي هترد عليا يقول لك يا عم انت هنا لو في مصر ماتش هنا هتقول لي ان المغرب هياخدوا نص الاستاد، فانا بقول لك انا برد عليهم، الطبيعي ان هيبقى 70% 80% الاستاد هيبقى مليان الاهلي، بس اقصد يبقى في نظام، في نظام في الدخول. النهارده النادي الاهلي تعامل في الدخول بشكل مهين جدا. هل ده كان متفق عليه ولا لا؟ هل متفق ان رئيس النادي بس اللي يدخل في المقصوره الرئيسيه ولا اعضاء مجلس الاداره، لان هو من حقهم نص الاستاد؟ الله اعلم برضه، انا ما اعرفش عشان ما اقدرش افيدك بيها. هو كده اعضاء مجلس اداره مش كلهم دخل، تمام، ما عشان كده بقول احنا بس لا بص يا كابتن هشام، عشان بس ان احنا نشوف الفيديوهات، اصل احنا رحنا احتفالات يعني، رحنا حضرنا حاجات من دي كتير، وكنا رؤساء، كنت رؤساء بعثات كتيره مع المنتخب. البروتوكول بيبقى مختلف، والفيديوهات اللي شفناها واضحه جدا،
الفيديوهات اللي شفناها ان واضح ان كان في اتفاق، ممكن يكون سوء تفاهم في العشر دقايق الاولى، ان كان في اتفاق ان عربيه السيد رئيس البعثه الكابتن محمود الخطيب هتخش كويس، ومعاهم السيد العمري فاروق وخالد مرتجي. ده من الواضح، وكان من الواضح ان هم دول اللي كان مصرح لهم ان هم هيقعدوا في المقصوره بدليل الفيديوهات اللي احنا شفناها، دول اللي دخلوا من البوابه الرئيسيه على الكابتن محمود الخطيب لما اتفتح الباب ودخل الكابتن خطيب بالعربيه، نزل الكابتن خطيب طلع التيكت دخل المقصوره الرئيسيه، دخلوا اتنين بس العمري فاروق وخالد مرتجي، بقيت اعضاء مجلس الاداره لما جم يخشوا بنفس القصه ما دخلوش. واضح ان كان في باب تاني. كل السفريات اللي رحناها بتبقى كده، يعني انت بيبقى ليك اتنين، وارد ممكن يبقى ليك ثلاثه، دايما بيبقى ليك مثلا حتى مع المنتخب، يعني كنت رئيس بعثه واستاذ وزير الشباب والرياضه وسافرنا هناك اتنين بس يقعدوا كابتن في المقصوره الرئيسيه. مش مختلف احنا بس عشان نقول نقول استوعب، لان الناس فاكره ان طيب ان الناس كلها هتخش، لا طيب. وده كان تنظيم بدليل ان الخلاف كان في ايه. الخلاف كان ان زي بالظبط ما شفنا في الفيديوهات ان العربيات كلها تخش كويس وتنزل وتخرج الا عربيه سيد رئيس البعثه تنزل وتفضل موجوده. ممكن يكون في سوء تفاهم في الدخول، ولكن واضح ان كان في اتفاق ان المقصوره الرئيسيه ثلاثه اللي يقعدوا واعضاء مجلس الاداره يقعدوا في منطقه ثانيه. هو ده زي ما حضرتك بتقول، هل ده باتفاق؟ ما يعني هل ده وصل للكابتن محمود الخطيب؟ ده اللي احنا شفناه. ما هو ده اللي احنا شفناه حاجه واللي بيتحكي حاجه يا كابتن. ده اللي ايه؟ يعني ده اللي احنا شفناه، بس اللي بيتحكي حاجه ثانيه. بيتحكي لمين؟ بيتحكي على السوشيال ميديا وعلى القنوات. يعني ان هو بص يا كابتن شاب، احنا ليه في اتفاقيات يا كابتن شاب؟ احنا بنسمع الكلام ونترجم الصوره، الكلام اللي سمعناه من العمري فاروق ومن خالد مرتجي ان في اتفاقات، هم الناس اللي قالوا الفيديوهات كده، في اتفاقات امبارح مكتوبه ان عربيه السيد رئيس البعثه تخش وتفضل موجوده جوه، وبقيه العربيات تخش تدخل وتخرج. فاهم قصدي؟ طيب. يعني بقيه العربيات بتاعت اعضاء مجلس الاداره، لكن واضح ان الكل مش هيقعد في مكان واحد. طيب. بدليل ان الكل ما قعدش في مكان واحد. طيب انا ما اعرفش، ممكن يبقى ده البروتوكول اللي حضرتك بتقول عليه، وحضرتك سافرت كتير انا عارف، لكن انا بتكلمك عشان انا مراد المباراه النهائيه. يعني حتى ما حصل خلاف بره، اما الناس دخلت خلاص، الناس دخلت والكابتن محمود الخطيب دخل الكابتن الخطيب ودخل معاه العمري فاروق، دخل خالد مرتجي وبقيه اعضاء مجلس اداره، ما جم يخشوا كان في مكان تاني. طيب انا عشان اقفل القصه دي يا كابتن، يعني زي ما حضرتك بتقول كده ممكن، بس هي ممكن دي تكون وجهه النظر، ان انا ليا نص الاستاد، فانا من حقي كمجلس اداره ان انا ادخل، انا من حقي. ممكن يبقى اتفقوا على ده او ما اتفقوش، انا ما اعرفش، احنا شفنا الصور بس، فمش عارفين الحقيقه فين. فهي المره دي المفروض، عشان لو انت بروتوكول رايح حد مستضيفك ممكن يبقى اتنين مجلس اداره، لكن انت النهارده المباراه بتاعتك، يعني المباراه بتاعتي انا طرف فيها، مش بتاعتك انت المغرب بس او الكافي حد يديها للمغرب بس، لا انا طرف فيها، فمن حقي ان انا اخد النص ده بتاعي، ادخل بقى اللي انا عايزه. مش بتاعتك انت يا كابتن سيف، ده على الاقل مجلس الاداره. مش هقول لك على الجمهور، الجمهور هنقول ان جمهورهم الساعه كبيره في البلد. مجلس الاداره انت في الاخر هتدخله، بس خلي بالك مش موضوع توتر بقى في الاول يا كابتن، واخلافات وعاليه رئيسيه فيها اتحاد افريقي، فيها اتحاد دولي، فاهم قصدي، فيها مسؤولين، فيها ناس كتير. انا بقول لك ده شغل الناس كلها. مجلس اداره في حوارات، البعثه ما دخلتش، جماهير، ما كل ده اكيد يعني اثر على اللعيبه بالتوتر، بالعصبيه في الملعب، اثر على موسيماني كمان في تفكيره في الملعب ممكن. الله بص انا ما اعرفش.